مرحبا. مثل ما شايفين اليوم عامل جو كتير حلو، وهيدا الجو منه هيك. حبيت اليوم لكم انا كيف بعمل السبا روتين تبعي بس بالبيت بطريقه كتير حلوه، وكرمال لا تعرفوا شو بستعمل وشو هي الخطوات يلي بعملها، ما لكم غير تابعوني للاخر. بس اهم شيء ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي، تكبسوا على الجرس لينزل كل فيديو جديد لإلي عندكم. اول شيء بعمله كرمال لحس حالي انه انا عن جد بسبا، والاحلى انه انا بسبا بس ببيتي، يعني بحس بالراحه الاكثر، ما في عالم غريبه، ما في حدا حوالي. كل يلي بعمله انه بحط شويه شموع مثل ما شايفين، لهيك فوت بالجو، لانه بتعرفوا انه الشمع بيعطي شوي راحه نفسيه، وحتى للنظر بيعطي راحه. تاني شغلة بعملها انه بحط ميوزيك كتير ناعمة وكتير خفيفة. في انواع موسيقى هي بتجي خصوصي كرمال لتروق الاعصاب وكرمال لتعمل ريلاكس. والشغلة التالتة انه انا بستعمل من هيدا السبراي يلي هو ريلاكسينج بيلو ميست من لوكسيتان. هيدا السبراي برش منه بالاوضه يلي بكون قاعده فيها، ولكل يلي بيعانوا كمان من القلق او لما بحسوا حالهم كتير ستريسي منهم قادرين يناموا او ملاقيين انه النوم صعب عليهم، هيدا الشيء كتير بفيد. بتقدروا ترشوا على البراده، بتقدروا ترشوا على التكيه تبعكم شوي بالاوضه، وبتحسوا حالكم عن جد من بعد ما جربتوا انكم نايمين بطريقه كتير مرتاحه ومبسوطين. وليكتمل هيدا جو الرواق، قبل ما بلش بالخطوات يلي رح اعملها، انا عادة بشرب البابونج لانه كتير بفيدني، ولما بكون كتير ستريسي كل النهار كتير بحس بالليل قبل ما نام او لما اكون بالسبا انه بيعطيني ريلاكسيشن. واكيد البابونج ما بحطه لحاله، مغرومة اصلا بشي اسمه حامض، وخصوصي هلأ بحبلي، فبزيد حامض على الشاي وبنطر شوي وبرجع بشربهم. بما انه رشيت السبراي كتير حب استفيد منه كرمال لرخي اعصابي، هلا مؤخرا عم بقرا كتب على كيفيه تربيه الاطفال بطريقه سليمه، بطريقه كمان صحيه ونفسيه سليمه. فبهالوقت بعطي لحالي شي ربع ساعه او نص ساعه تقرا اتثقف بهالموضوع، وبشرب اكيد البابونج تبعي. كتير حاسة حالي هلا هيك بلشت ارتاح وجاهزة لانه صفي دهني وصفي كمان جسمي من كل التشنجات ومن كل الستريس يلي عم حسه. مثل ما بتعرفوا انه كلنا معرضين كتير للستريس، الستريس اليومي بالشغل او بحيلا شغلة بنقدر نعملها بشو ما كنتوا بتعملوا بحياتكم، كلنا معرضين. مثلا انا عندي قعدة كتير طويلة قدام اللابتوب، عندي ستريس على الطريق، سواقة، عجقة السير، والقعدة قدام اللابتوب صراحة عم تعمل لي اوجاع كتير 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 برقبتي وبكتافي، وهيدا الشيء بخليني من وقت للتاني عوز انه اروح على السبا كرمال لفك التشنجات يلي بكتافي. بس اليوم رح انا اعلمكم كيف صرت اعرف فك هول التشنجات بالبيت لما بعمل السبا مني لحالي. كرمال لفك التشنجات عطول بحاجة لزيت يساعدني على هيدا الشي، مشان هيك انا بستعمل الأوكسيتان ريلاكسينج مساج اويل، بحط شوي على ايدي منه وبفرك كتير منيح ليصير الملمس تبعه سخن. بذكركم انه هيدا الاويل بساعد كتير على انه يفك تشنجات العضل، بالتالي بحسسنا انه نحنا عم نشيل الستريس من قلب جسمنا وعم نرخي كل العضلات يلي بتزعجنا، خصوصي عضلات الرقبة والكتاف. بحط ايدي الشمال على كتف اليمين وايدي اليمين على كتف الشمال، بلقط كتافي وببلش حرك مطرح ما بحس فيه تشنجات بطريقة دائرية لعدة مرات. ياي هالحركة شو بتريحني. وللرقبة كمان برجع بحط زيت على ايدي عن جديد وبحمي ايدي كرمال لحس بالسخونة تبع الزيت، وبلقط مثل ما بتشوفوا سنسلة الرقبة من تحت لفوق وبشدها، ومطرح ما بلاقي فيه تشنجات بعمل بطريقة دائرية ليفكه. بجرب اعمل من 3 لـ5 مرات.
بس بدي اقول لكم شغله، انه هيدا الاويل يلي استعملته كرمال ليفك كل تشنجات العضل يلي برقبتي بكتافي، كمان فيكم تستعملوه لتفكوا التشنجات بكل انحاء جسمكم، يعني العضلات ايديكم اجريكم، فيكم ايام بتعملوا كرامبات يلي بيعملوا سبار، هيدا شيء كتير منيح وكتير بفيدكم وكتير بينفعكم وكتير بخليكم تناموا انتم مرتاحين. على هيدا المساج حاسة حالي رح نام. ياي وصلنا هلا للقسم المفضل عندي. مثل ما كلكم بتعرفوا انه لتكتمل راحتكم الجسديه والنفسيه نحن بحاجه دائما لمغطس مي سخنه نقعد فيه، لانه مي السخنه بتفتح شرايين الجسم كلها وبتخلي الدم والاكسجين يمشي بكل العروق، وهيدا الشيء بخلي الستريس يظهر من جسمنا. فانا هلا وصلت على الجزء المفضل عندي يلي هو حمام الصابون. كرمال هيدي الخطوه انا عم بستعمل لافندر فومينج باث من لوكسيتان. ليه هيدا نقيت استعمله؟ لانه ريحته اللافندر، ومثل ما كلكم صرتوا تعرفوا صرت قايله كذا مره انه انا ريحه اللافندر كثير بحبها وكثير بتعني لي شخصيا وكثير بتحسسني بالراحه النفسيه، وسبق وقلت لكم قبل انه انا اصلا بحطها بين تيابي بالخزانه، فهلا صار فيي احطها كمان بحمام الصابون تبعي لاقدر ارتاح وكون كثير مرتاحه بالريحه وبمية السخنه. هالريحه بتذكرني كثير ببيت جدي بالجبل، فرح حط 3 طبقات من الصابون، وهلا رح اترككم كرمال لاستمتع بهيدي اللحظه الحلوه. بس قبل ما اترككم بدي اقول انه ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله عن جد تكونوا استفدتوا من كل النصايح والخطوات يلي عملتها لانتم كمان طلعوا الستريس من جسمكم. فاذا عجبكم الفيديو اكيد ما تنسوا تعملوا لايك وشير، وما تنسوا اهم شيء تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي، وتتركوا لي كل تعليقاتكم بخانة التعليقات، وانا على الاكيد من هلا لوقتها بشوفكم بافكار جديده وخطوات ونصايح كتير حلوه. باي.